كل لحظة فريدة تملأنا بالطاقة، تدفعنا للمستقبل نحو النمو والتطور والتقدم، فهي القوة التي تحرك العالم وتضمن المستقبل المستدام لكوكب الأرض وللناس الذين يعيشون عليه. نتفاعل مع التقنية والتكنولوجيا من أجل أن نعمل على تصميم وإنتاج المحولات الكهربائية بدقة لا متناهية دون انقطاع، من أجل تقديم الأفضل بشكل مختلف دائماً لمجموعة شركائنا. فالطاقة ضرورية بكافة أشكالها، فهي التي تمنح الفرص للجميع، لذلك اخترنا بأن نكون رواد تصميمها. في عام 1987 تأسست مجموعة فولتامب كأحد النماذج الهامة والمشرفة لقطاع الصناعة العمانية، لتصبح خلال فترة وجيزة من الزمن أحد الشركات الرائدة في مجال تصميم المحولات الكهربائية وصناعتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقوم شركة فولتامب بصنع المحولات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط وذات الجهد العالي، والمفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض، واللوحات الكهربائية المغلقة. تنفذ خططاً طموحة ومشاريع ضخمة تشهدها مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهذا يضاعف من حجم التحديات التي تواجهها الشركة. تسهم الشركة في تزويد عملائها بخدمات مأمونة ذات جودة عالية لتحقيق تطلعات مساهميها والاهتمام بموظفيها. إن شركة فولتامب تعمل بشكل فعال لخدمة الوطن، وتشارك بشكل مستمر مع الكثير من المؤسسات الحكومية والخاصة. لهذا فإن شركة فولتامب تسعى دوماً لتقديم أفضل الحلول للعملاء بطريقة فاعلة لتحقيق مستوى متقدم من الرضا والتفاعل الإيجابي معهم، وتقديم قيمة مضافة في المنتجات والخدمات. وسعياً للجهود الدائمة التي تبذلها الشركة الأم، فإن مجموعة فولتامب تضم ثلاث شركات رائدة تخدم المجال الحيوي للطاقة والمحولات الكهربائية والمفاتيح الكهربائية بأنواعها المختلفة. ففي عام 1993 بدأ مصنع شركة فولتامب العمانية للمحولات بمنطقة رسيل الصناعية أولى إنتاجها التجاري باستخدام أحدث التقنيات العالمية من شركة بابوك للمحولات البريطانية، كما أنها تقوم بتصنيع العديد من المحولات ذات الجهد المنخفض والمتوسط ومحولات التوزيع والمحولات الخاصة وغيرها من المحولات المختلفة. وتسعى الشركة في تلبية احتياجات الشركات الكبرى في مجال النفط والغاز لتقديم المحولات المستخدمة في ذات المجال، كما توفر الشركة لعملائها خدمات عديدة كالتصنيع والاختبار والتركيب للعديد من الخدمات الهندسية وخدمات ما بعد البيع من خلال وحدة الصيانة والخدمات الهندسية. وبالرغم من تطور المؤسسات الصناعية في السلطنة وزيادة أعدادها، فقد واجهت الشركة الأم تحديات كبيرة متمثلة بما يمر به العالم من تحول وتطور مستمر بفعل التطورات الاقتصادية والصناعية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت مواجهة تلك التحديات حاجات وضروريات ملحة. إلا أن الشركة لإيمانها القوي بالسعي دائماً للتطور والنمو بالمجموعة، ومن هذا المنظور الاستراتيجي الهام، افتتحت الشركة في العام 2011 شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي، والتي تحتوي مصنع الشركة الأول من نوعه بالمنطقة، التي تنتج مجموعة من المحولات الكهربائية ذات الجهد العالي حتى 500 ميجا فولت أمبير وجهد 220 كيلو فولت، كما أنها أخذت على عاتقها في أن تلتزم برؤية مستقبلية واضحة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا للعملاء من خلال تقديم خدمات ومنتجات رفيعة المستوى ترقى إلى تطلعاتهم من حيث الجودة والكفاءة وتطبيق أفضل المواصفات التصنيعية وأعلى المعايير العالمية. We have fully satisfied with the inspection and happy to have such kind of facilities here in Oman and GCC, and we wish a good future for Voltamp.
شركة فولتامب للطاقة هي أحد الشركات الرائدة والتي تعمل في مجال أنظمة التوزيع الكهربائي ذات الجهد المنخفض، وتملك الشركة مصنعاً على أعلى مستوى في صناعة لوحات التوزيع والتحكم وألواح التغذية المركزية ومراكز التحكم الصناعية، كما أنها تطبق أحدث التقنيات الصناعية المتقدمة في مصانعها لكي يتم تقديم أفضل المنتجات عالية الجودة. وعن سر نجاح الشركة، فذلك يتضح من خلال ما تميزت به الجودة العالية للمنتجات الخاصة، فإن الشركة توفر الحلول الراقية للعملاء، وتمتلك الشركة الكفاءة والقدرة باستخدام أحدث المعدات والأنظمة والتي أكسبتها ثقة المستهلكين والعملاء بشكل كبير. لكل مشكلة حل، وقسم الخدمات الهندسية الذي لا يتوانى لحظة عن تقديم الخدمة والمساعدة، فإنه يسارع دائماً إلى تقديم الخدمة لإيجاد الحلول المناسبة لإصلاح الأعطال المتعلقة بصيانة المحولات الكهربائية بكفاءة عالية من خلال أحدث المعدات والأجهزة وفريق متخصص على أعلى مستوى من الكفاءة، يقوم بتقديم كافة خدمات صيانة وتجديد المحولات، الاختبار والفحص، توريد قطع الغيار للمحولات وإصلاح واستبدال المواد الكهربائية الداخلية داخل أرضية المصنع أو في مواقع العملاء ولأي نوع من المحولات. نحن نؤمن بأن صناعتنا على عتبة تغيير دائم، ونساعد من خلال مشاريعنا وبرامجنا الرائدة في مجال الصناعة والطاقة على صياغة مستقبل جديد ومشرق للمجتمع، مستقبل يتعايش فيه الصغار والكبار بتناغم متحد يخدم المجتمع بكل كفاءة ونشاط مستمر، لأنه لا يمكننا حقا أن نمنع العالم من التغيير، ولكن يمكننا أن نحمي أثمن موارده. فولتامب بكم نستمر ونتقدم ونزدهر.